برضو البون مارو في عظمه مكسوره فوق شكلها بين، وفي العظمه اللي تحت واخده الكلر الطبيعي ريدش ان كلر، وده اللي بيعملها تشيكن انيميا فايروس. تاني يا دكتور اللي فوق مصابه عندها انيميا، اللي تحت نورمال. بس يا دكتور هشام عديها عديها، هات اللي بعده. الطيور اللي قدامنا دي بقايا سابله موجوده على منارها، دي فراخ بياضه كانت امهات ساسو واصيبت بالبوتيوليزم، كلت من السابله. ودايما يا جماعه بنقول لما تبقى السابله عاليه بتبقى فرصه الاصابه بالكوليستيريديم اعلى، والبوتيوليزم ده احد يعني مسببات اللي هو الكوليستيريديم بوتيولينيوم، بيفرز التوكسين في السابله. والفراخ دي عندها باراليسز للنك والايلد، رقبتها مش قادره انها ترفعها والايلد بتاعتها مقفوله، وواضح البيكشر اوف توكسيميا. البومب والواتر والفيس ما هوش برايت ريد، ما هوش روز ريد ان كلر، هو دارك ريد ان كلر، في توكسيميا هنا نتيجه الاصابه بالبوتيوليزم. نكست. لا ايه ده بقى كابتن شوف حلوتين اللي حلوه دي. بوتيوليزم في فراخ تسمين شفناها قبل كده، لامبر نيك، الفرخ طار قربها شويه، الفرخ طارح رقبته قدام ما هوش قادر يرفعها، ورامي رجليه ورا وعامل دروب للوينج وخلاص بقى الكامبل تماما. كل الفراخ دي صاحيه على فكره، مفيش حاجه ميته، والتوكسين شغال، بدا يعمل لها باراليسيز للبريفرال نيرف. من زي ما احنا عارفين الكوليستيريديم بوتيولينا بيشتغل على البريفرال نيرف، فعمل لها شلل للاعصاب الطرفيه اللي هي بتغذي الجناح وبتغذي النك وبتغذي الليك. نكست. الحاله ديت فيها فيشال سويلنج، انفرا اوربيتال ساك، ساينس انفسولينج، كل السويلنج اللي موجود في الناحيه الشمال ده بسبب الكورايزا. الفرخه دي مصابه بالهيموفيلس باراجرانيرم او انفكشنز كورايزا. طبعا ثلاثه صور يا مدام فوكس يا اشرف. الكورايزا اهيت في ثلاث فراخ مختلفين، اثنين فوق وواحد تحت، كلهم في سويلنج في الساينس. وقلنا ان الكورايزا، كلمة كورايزا يا جماعة يعني زكام، ما تفتح القاموس تسأل يعني ايه كورايزا، يعني زكام. يعني ايه زكام؟ يعني في انفلاميشن في النيزل كافيتي، بيبقى في ديستشارج كتيرة بتنزل في الساينس بتتقفل، بعد كده النيزل كافيتي بيحصل دراينس الديستشارج، بتتنفخ الساينس بالديستشارج والميكروب بيبدأ يشتغل. وادي فرخ تاني اهوت وتالت كلهم فيهم كورايزا. نكست. فوكس. صغر صغر. تنقلت كده على فكره على صوره ثانيه. خلصنا؟ خلصنا كده. ها؟ افتح الملف الاخير. فوكس. مسيطر؟ مسيطر يا معلم. 36 صوره كده احمد؟ ها؟ 36 37 37 36 37 يا عم زادت الخير خيرين، خلينا ننجح. اصلا في حاجات مكرره، انا بس لازم الاخير ده مهم، بكتب المكرر دايما الاخير بيبقى مهم. وش رب كريم. يلا يا عم ذكر صور يخش لعبه متنوع. وش الاخير مش شغال؟ افتح. الغي 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 الغي. مش مهم يا دكتور، مش مهم، كفايه اللي فات. اه دكتور 37 المره هو هنذاكر ايه في انفلونزا وخلاص ونجيب ايه؟ لا ده الناس كاتبين انفلونزا، الناس مش عاجبهم ورا يا جدعان. ليه انفلونزا يا جدعان؟ مالكم يا جدعان؟ يا دكتور انجز، يا دكتور رجليا ورمت، حرام عليك، مش هقدر امشي عليها تاني. برضه احنا هنذاكر حاجات في الصيام. دكتور اشرف ليه بس كده يا دكتور؟ ليه فوكس؟ ليه دي سيكال من حالات جات الكلينيك عندنا. كبرها لي شويه يا دكتور اشرف. التوسكاي اوفر انجورجد بالبلاد. طب اعملها سلتش وحرام. سوسج لايك ابيرنس اهي. لكن لازم نلاحظ ان الانتستين، بقيه الانتستين طبيعي، والفات بتاع الجزر او الجزر شكلها طبيعي والليفر شكله طبيعي. هو الايميريا تينيلا بتعشق السيكم وبتعمل ريبليكيشن او ديفلوبمنتال ستيجز بتاعتها بتبقى في الميكوزا والسب ميكوزا بتاعت التوسيكاي، وبالتالي الليجن بتبقى منحصره فقط للتوسيكاي. لكن لو هنا كوليستيريديوم ممكن السيروتيك انترايتس يخش معاه، لو ده او النكروتيك انترايتس لو دخل بيعمل لي البيكشر اوف توكسيميا. وعشان كده مهم جدا في الفيلم ان افرق الحاله اللي قدامي سيمبل كوكسيديا ولا ميكسد مع كوليستيريديوم، يعني الاثنين انتيم لبعض. سيمبل كوكسيديا او ميكسد بس كوكسيديا الجديده دي.
صغر يا رجل. هذه توسيكايد سوسي جابيرانس برضو كوكسيديا سيكر كوكسيديوزيس. نكست لما فتحنا هو ماسف هيموريج التوسيكاي مليانين ماسف هيموريج. الفرق ممكن يندبح من التوسيكاي تفتح كده تلاقي ان السيكر تخلص في بعض مرتين والتوسيكاي فيهم لا يقل عن 40-50 سنتي دم يبقى الفرخ بيحصله كولابس وبيموت على طول صادم ديس. طبعا الفرخ ده ما بيتبرز بيتبرز براز لونه برايت ريد ان كولر. ليه؟ لان السيكا قريب قوي من الفنت ما الجسري اسيدتي ما بتاثرش عليه. دي الايميريا ريكاتريكس. اعمل لي فوكس يا دكتور اشرف ما تفتح السكرين ما انت عندك الكاس ما تدوس على الكاس مش على الكاس اهو الكاس دي. طيب في ظرف الكيبورد اسمه كاس ما البتاع اللي جنب الساعه ما عنده ما تدوس يا عم الكاس. ايوه الكاس صحيح ما هو كاس ده صح دوس على الكاس يا معلم. الايميريا نيكاتريكس احد القتله ذا كيلرز بتسيب الميد بارت في السنة دراكت وبتعمل سب سيروزا او في السيروزا بيظهر على سطح السيروزا من بره هيموراجيك بلوش سبوتس ودي ريبريزنت ذا تشايزون تاجريجيشن بتمثل تجمعات للتشايزون وبتعمل ماسيف هيموريج وهاي مورتاليتي وبتبقى صادم برضه زيها زي الايميريا تنازع. نيكست طبعا دي بتسيب عمر كبير شويه على كده. الكورايزا دي شفناها قبل كده. دانيمو فيروس هعمل فوكس على واحده منهم الكولاجين. طلع حالي فوق شوية ينفع هنا اهو سويلنج هيد سندروم. الفرخ بق وشه زي وش البومة سويلنج هيد سندروم. وقلنا دي ظاهرة يتزعمها النيمو فيروس او التي ار تي او التيركلينو تراكيايتس. دي كلها مسميات للفيروس وبيركب عليه الكولاي والكورايزا والميكوبلازما واخرون. والفرخ بيحصل فيه بلايندنس وممكن ما يبقاش مورتاليتي عالية بعض الافراد يبقى فيها الكلام. الميكوبلازما طبعا انكريمينيتد في السويلنج هيد سندروم. الحاله اللي قدامنا دي هي فروسي اير ساكيورايتس. الاير ساك المراغيه اللي قدامك كبرها لي يا دكتور اشرف شويه. الاير ساك دي الابدومينال اير ساك على ما اعتقد وفيها فروسي ديستشارج وديت بنسميها سيمبل ميكوبلازما جلاسيبتيكا منفكشن. مفيش كازيشن مفيش كولاي السكند اللي لسه ما اشتغلش دي ميكوبلازما بسيطه ودي نادره ان احنا نشوفها في الفيل. ان قبل كولاي ما يبدا يخش كسكندري هي بتعمل فروسيد تشارج في الابدومينال او في الثوراسيك انسان. بعديها دكتور اشرف الحمد لله اتكلمت. ده طائر صغره شويه يا اشرف. ده طائر رجل ورا ورجل قدام مارك ديزيز في باراليسيز في سياتيك نيرف وده الاتيتيود الكلاسيك بتاع المارك ديزيز. وعشان كده المارك زمان قوي كان بيسموه فاول باراليسيز مرض شلل الدجاج. هنا ورجل ورا ورجل قدام ده كلاسيك اتيتيود للفرخ اللي عنده مارك ديزيز. ده كانت الدجاج دي مرض جديد دي بيريكاردايتس بيريباتايتس سي ار دي كومبلكس زي ما شفناها قبل كده. يارا كان المفروض تجيب لكم الصوره بتاعت سياتيك نيرف اهيت. ادي سياتيك نيرف طالع من الترانك من الساكرا الاريا وماشي في تحت الجاستروكنيماس ماسل بتاعت الساي وواضح ان هو سولن وايديمتس وبيك ان كلر واند اند لوس اوف كروس ترايشن. فقط الكروس ترايشن اللي فيه وده ترجمه باثولوجيه للساينس اللي شفناها قبل كده بتاعت المالك ديزيز نتيجه لنفوسيتك انفلتريشن ببالون جريج ان كلر. وده الفكره ايه؟ ماركس ده اوفر بتاع طائر المفروض انه مصاب بالسالمونيلا. انزل كمان يا عشر كمان كمان هنا التو اوفر اللي لونهم اورنج دول كويسين قوي. الجرافين فولكل الاورنج حلوين لكن اللي بينهم اللي في النص ترانجلر شيب وده بتاكوليشن دي بتاعت سالمونيلا بلورا. انزل تحت شويه كمان يا اشرف بتعرف في اوفر. لا خلاص هو العمليه مش مترتبه. ده مارك عامل لي
خلاص بقى خش على المريض. دي حالة مريض تاني الدكتورة يارا جايب لك الاوكلر فور واللي على الشمال هو اللي فيه الليمفوسيتك انفلتريشن وحصل فيه ناروينج للميوبل بتاع الطائر نتيجة الليمفوسيت انفلتريشن اللي على اليمين هو نورمال مريض ديزيز. هنا جاب التاني رجعنا تاني للسلمونيلا صغرها شوية يا اشرف. التلاتة الكبار الاورنج دول نورمال جرافيان فولكل لكن اللونهم يلوش اللي تحت دول كلهم فيهم ليجون بتاعة سلمونيلا بلورم اللي هو ترانجلر ان شيب لها لونج ستوك كوليشن فلاسيد اوفم تزييتد كل دي صفة من صفات او ملامح سلمونيلا بلورم. هنا السلمونيلا بلورم جالينيرا معملالي ابسز على المايوكارديوم. هنا ده الهارت بتاع طائر مش هقول لهم عليه يا دكتور اشرف ما هوش واخد البايري شيب ما هوش شكله كمصري ده احنا متعودين نشوف الهارت شكله ايه لكن شكله بقى الريجولر بقى متلخبط بفعل الابسيسز اللي موجوده في المايوكارديوم بتاعه. سلمونيلا بلورم ما تسمعش جالينيرا الاثنين بيبقوا معاه ريكتس. ريكتس ده مرض بيصيب بتشيك في الجروينج ايج بيبي تشيكس غالبا. بنشوفه ان الطائر ان ايبل تو ووك مش قادر يمشي عنده ابيتايت نفسه ياكل نفسه يشرب لكن بيموت عشان مش بيقدر يوصل لسن حيوان بيزحف عشان يوصل. لما بيجي نبص عليه في البي ام بنجد ان الريبس اللي طالع الشكل اللي قدامكم ده ديت الروتس بتاعت الريبس اللي طالعه من الفيرتبريك بيبقى فيها حاجه اسمها باتون لايك ليجون في سويلنج في البون بتاع الريبس وشورتنج فيه وعوجاك كمان اللونج بون بتاع الطائر بيبقى كيرفت وبيبقى رابري وبيبقى ميس شيب شكله متلخبط وعشان كده الطائر ممكن يبقى معوق وهو عنده ريكتس مش قادر يتحرك وممكن بعد كده يبقى عنده نقص كالسيوم صغره شويه عشان العظمتين اللي على اليمين فهم بيوريك شوف كميه الكارتليج العظمه اللي على اليمين الفوقانيه دي الكارتليج اللي واخد اللون الابيض القطن ده لون القطن ده كارتليج بقت مساحته كبيره قوي لكن الاوست تيشو بقى قليل جدا الاوست تيشو قليل لكن الكارتليج بقى كتير وده ريكتس نتيجه نقص كالسيوم الفوسفورس وفيتامين دي في البيبي تشيكس واحيانا يبقى مورث جاي من الام نتيجه نقص الكالسيوم في الام. هذا الفرخ عنده جنجرينس درماتايتس ده مصاب بالتشيكن انيميا ومصاب بالجنجرينس درماتايتس الكولستريديا بالفرنجنس مع الاستافيلوكوكس على طائر محبط مناعيا بيبدا يعمل جنجرين. شايفين الوينج بتاع الطائر سويلد بالبلاد او سنجويمس فلويد اوفنسيف اودر وعامل سويلنج للفيزر الريش مبلول بالافرازات اللي ريحتها وحشه اللي لونها مدمم اللي نازله من السكان. جنجرينس درماتايتس ده الصوره العنبر بيعاني من الكول بردان في اير درافت ساقع دخل العنبر في ديكريز للتمبريتشر فالفراخ بتبقى انكتف وبتبقى كواليستو جزر تتلمع على بعضيها هادل توجزر تو كونسيرف وورمنس عشان تحافظ على الدفء. كل فرخ بيلزق في جسم اللي جنبه عشان بيحس انه ادفى من السراوندينج وبالتالي الفراخ ما بتبقاش فاضيه تقوم ولا تشرب ولا تاكل وممكن بعد كده نتيجه الاستريس بتاع انخفاض الحراره تتعرض لسعر دي وفيروسات لبلاوي كتير مستنياها. احمد خلاص فهمت لا انا لسه هموت من العرق هموت من الحر حر ده بيرسا هيموراجيك برسايتس كبر كده يا دكتور اشرف. ده بيرسا دورسا في الكلواكا في الكتكوت شايفين بيرسا لونها ريد ان كلر وبالجت وتحس انها ريجت ده نتيجه الاصابه بالانفكشس بيرسا ديزيز اهي شايفين بيرسا عامله ازاي دي هيموراجيك برسايتس سوالين في البيرسا نتيجه الاصابه بمرض الجمبور. كده
هي هي بس بعد ما فتحناها هتجد ان الفولكل بتاعتها والفولد بتاعتها من جوه بدات تبقى فيها هيموريج. البيرس طبعا بتبقى مليانه بكلوت بلاد وكونديشن وهيموريج برضه هو الجمبورو. دكتور كفايه كده اللي قدامنا ده هو سوفت تيك سيدا تيك او ارجس نيمف بتاعت الارجس بيرسيكاس. دي محطوطة على ورقة المفروض انها بتتحرك. لو ده فيديو كان شفناها بتمشي وبتتحرك لكن هي الصورة مش واضحة اوي. اللي بعدها هتبقى افضل. هنا ده جرينيش دهرية. اطلع كده يا اشرف. هنا هي موجودة في السكن بتبقى في مجاميع. كبرها شوية يا اشرف. كل تلاتة اربعة خمسة لازقين جنب بعض عاملين يعملوا ساكنج. ليه واقفين على البلاد فيسل؟ اهو شايفين البلاد فيسل. هم واقفين على الروتس بتاعته والفروع بتاعته. كل واحدة واقفة على فرع من البلاد فيسل عمالة تسحب في الدم. دي في السكن بتاع الطائر بتبقى مينلي تحت الوينج وموجودة حوالين الفنت. ودي جرينش هوايتش دائرية الاكامبنت لي السبيروكيتا المصاحبة ليها. دايما الارجس بيرسيكاس او السوفت تيك بينقل بيولوجيكالي سبيروكيتا او بريليا انسيرينا اللي من ضمن اعراضها هو الجرينش دائرية وهيمرج في البروفنتروبلاس وهيمرج وجرينش كونتنت في الامعاء وادي جرينش كونتنت على منطقة الفنت اهي بسبب السبيروكيت وبتعمل نفروزس في الكلى. دي السبيروكيت او زهر الطيور. شايفين الكونتنت حوالين الفنت لونها اخضر في الصورة ازاي؟ بتعمل نكروزس في الليفر. كبر شوية يا دكتور اشرف. عادي ليفر بتاع طاهر مصاب بالسبيروكيت عامل نكروزس شبيه بالنكروزس بتاع الستاف وشبيه بالنكروزس بتاع السلمونيلا لكن دي سبيروكيت ولازم نعمل ديفرنشال دايجنوز بينها. شايفين نكروتك فجاية على سطح الليفر عامله ازاي؟ نص 60 لغايه دلوقتي. لا يا عم مش بكرر بكرر. انا عامل 62 دي كله اللي هتكتبه يبقى صح. هنا في ليفر لونه برونزي كلر. ما هوش برونزي هو لون ليمون شيب شكله ليموني نتيجه جوندس. الجوندس ده اكومبنت برضه للسبيروكيت. حتى الفات اللي جنب الليفر واخده من الليمون برونزي. قول له اهم حاجه ياب بس ياب بس سيب الكلام عشان الفيديو. ايه ده؟ سالمونيلا دي ولا جريش برا هو ايه؟ سالمونيلا برونزي بيبقى برونزي بلوش براونش ان كلر. لا غامق شويه غامق. ده بروفنتروكلاس فيها هيموريج ماسف هيموريج في البروفنتروكلاس بفعل السبيروكين زي نيوكاسل بالظبط وزي الانفلونزا وزي جامبورو. لازم نفرق بينهم عشان نقدر نعرف. جايبين ايه وايه يا لطيف؟ سبيروكين هيموريج في البروفنتروكلاس زهر الطيور. انا عايز وريني النفروزس بتاعت الكلى. والنفروزس يا جماعه دي نقطه فاندمنتال قوي في الديفرنشال دايجنوزيس بين السبيروكيت والنيوكاسل. النيوكاسل ما بيعملش نفروزس بيعمل هيموريج في البروفوتوروكلاس وسيبتيسيميا وجرينيش دايريا لكن بيعمل كونجيشن في الكدني. لكن هنا السبيروكيت بتعمل نفروزس الكدني تبقى بين وريز. مدفع مونة ده الاسبرين بتاع السبيروكيت. بيبقى اسبرين وميجالي بيكبر خمس ست مرات عند حجمه الطبيعي وبيبقى فيه ماربلينج مزركش في نقط فاتحه ونقط غامقه زي ما قلنا هونك في المحطه. طبعا الاسبرين عشان يكبر محتاج اتليست اسبوع 10 ايام عما الليجن تبدا تظهر فيه. ما بيظهرش في الاكيوت ستيج. معلش يا خلاص
اخر شريحه تقريبا. انت ونبقى رجلها ولعت ورجلها ولعت ورجلها منمله وايديها باظت. تفلايتس بص يا شباب سوري انفلايتس. انفلايتس يعني التهاب ل الصورة بتاع الطائر او بيسميه يوكساك انفكشن. وزي ما قلنا ان المتهم فيه الايكولاي والستاف والكوليستيريديوم وبعض الانتيريوبكتيريس اللي ممكن تخش فيهم السلمونيلا والباراتايفايد. لكن في المحصله هو بيبقى فيه يوكساك انفكشن ان اليوك بيبقى كتير جدا وبيبقى عامل انفلاميشن في منطقه النيفل. كبرها كده يا دكتور اشرف اهي صغرتها ما جراش حاجه هي واضحه. هات اللي بعدها. مفيش حاجه. هات اللي بعدها. خلصت 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 زغرته يا جدعان زغرته خلصت الحمد لله. طب كده يا جماعه يبقى انا هرد لكم مطبعه.